وصلنا على فقرتنا التالية. فقد أطلقت حركة البناء الوطني مسابقة الفيلم المدني القصير يلي عم تتنافس فيها صناع الأفلام ومعدي التقارير لإنتاج أفلام قصيرة تتناول المجتمع المدني السوري والقضايا التي يعمل عليها. وستخضع هذه الأفلام لتقييم لجنة تحكيم لإعلان الأفلام الفائزة، حيث تستمر لجنة التحكيم في استقبال الأفلام لنهاية 15 من شهر تموز، حيث تم التمديد في من 10 ايام. رح نحكي عن تفاصيل المسابقه ومين بحق له يقدم ومين ما بحق له وكيف فيكم تقدموا ايضا لحتى تشاركوا فيها. رح نحكي اكثر مع حنين احمد، المنسق المشاريع في حركه البناء الوطني. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكم. هلا يا حنين، صباحكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه خلينا نتعرف اكثر على حركه البناء الوطني. مثل ما بنعرف هي تاسست 2015، خلينا نحكي عن اهدافكم فيها كمان. صحيح، هي حركة البناء الوطني هي حركة مدنية سورية، خلينا نقول مجتمعية، انطلقت بال 2015 وبلشت تشتغل على مجموعة من المشاريع يلي بتخص بناء الهوية السورية وتعزيز الانتماء لسوريا، وبتشتغل كمان على مشروع بيتعلق ببناء قدرات المجتمع المدني، وبرنامجها الثالث هو له علاقة بالحوكمة والإدارة المحلية. هدفنا بشكل أساسي يعني إعادة التركيز على بناء الهوية السورية وانتمائنا لهذا البلد، وكمان على إعادة يعني على تمكين وبناء قدرات أفراد المجتمع السوري لحتى نكون أفراد فاعلين بناء الوطن يعني. نعم، خلينا نحكي من الفكرة الأساسية للمسابقة وليش اخترتوا يمكن تحديدا بهذا الوقت تدعموا مواهب يمكن أو أفلام أو تقارير معدة سابقا أو حاليا لحتى أنتوا تدعموها، شو الفكرة وشو الغاية؟ تمام. هلأ نحن بشكل أساسي من بداية تأسيس الحركة كنا عم نشتغل على أي موضوع بيدعم خلينا نقول النشاط المدني بسوريا، واللي هو نشاط قاموا فيه كتير شباب وصبايا بسوريا. اليوم بعد 9 سنين من الحرب بنشوف انه كثير، انه صحيح مرقت ايام صعبه على سوريا، بس كثير شباب وصبايا كانوا عم يشتغلوا اعمال تطوعيه. صحيح. كانوا عم يشتغلوا بمنظمات وبجمعيات وبفرق ومبادرات كانت عم بتحاول انها تلتف على هذا هي الحرب، على الامها، على الصعوبات اللي صارت. فنحن شفنا انه هي الجهود وهي القدرات اللي انبنت وهي القصص تستحق اليوم انه نسلط الضوء عليها، انه نوثقها، انه نحفظها، انه نكون عم نقدرها. فاجت الفكره من هون انه نحن اليوم نكون عم خلينا نقول يعني نستخدم او نوظف الفيلم القصير بمرونته وبجماليته وبقربه من الشباب يلي هو صار خلينا نقول نوع فني رائج بين الشباب ومحبب وقريب، نكون عم يعني نستخدمه لحتى نكون عم نسلط الضوء على هي التجارب ونكون عم نعطي فرصه للشباب الهواة والمحترفين من المخرجين معدي التقارير وحتى للفرق والمبادرات اذا حبوا يحكوا عن قصص نجاحهم، عن تجاربهم، عن تحدياتهم. فنحن دعيناهم بالمسابقه ليحملوا كاميراتهم ويشيرونا يشاركونا هذا الموضوع. اطلقنا ايفنت على الفيسبوك ب 9 الشهر، هذا الشهر 9 تموز، لا 9 حزيران. حزيران تموز بهالشهر طويل شوي صايره بخربت فيه. ب 9 حزيران اطلقنا المسابقه وكان المفروض انه اخر يوم هو اليوم. من اكثر من اسبوع تقريبا اعلنا التمديد لانه اجانا كثير تواصل من شباب وفرق انه هم بحاجه وقت اكثر ليكونوا عم تكون الافلام احترافيه اكثر، عم تنشغل بدقه اكبر، فمددنا ل 15 تموز. ونحن هلا ناطرين يعني فاتحين باب المسابقه وناطرين انه اي حدا من مختلف المحافظات. أكيد ايضا اكيد من كل يعني برجع بقول هي الجمله انه نحن ناطرين اليوم فيلم من كل ضيعه، من كل منطقه، من كل مدينه، من كل محافظة سورية، من كل تحكي مكان. قصة شباب وصبايا اشتغلوا مشان مجتمعهم. أكيد هي المسابقة الأولى بسوريا مثل ما بنعرف. خلينا نحكي عن هاي المسابقة، هل تستهدف هي المحترفين بصناعة الأفلام أم تستهدف الهواة؟ مين بتستهدف؟ أي حدا اليوم حابب حتى يدخل. حتى الأعمار كمان تماماً. خلينا نركز. هلا الأعمار مفتوحة، ما حددنا عمر. أي حدا بيشوف حاله قادر إنه يدخل منافسة بفيلم بيوافي شروط المسابقة وبيكون هو شخص حابب يمثل فريق او مبادره او جمعيه محليه سوريه او انه يكون مخرج هاوي او محترف او معدل التقارير،
بيقدروا يكونوا عم يشاركوا معنا بالمسابقة. وطبعا السنة هذا هي المسابقة اللي أول مرة نحن بنطلقها بهي الفكرة بسوريا. ما حبينا نخصص نوع الفيلم، يعني تركناه مفتوح، ممكن يكون فيلم درامي، ممكن بس يكون كان في له معايير معينة، يعني صحيح أنه هو مثلا تصويره من 2019 لل 2020 لا يتجاوز مدة الفيلم 10 دقائق. خلينا نحكي كمان على هاي المعايير والشروط المطلوبة للفيلم. صح، نحن اتجهنا لموضوعين، انه يكون في شروط اللي هي لازم نتقيد فيها، وفي المعايير اللي هي مرنه اكثر شوي. تمام. اللي بتوجهك كيف يكون شكل الفيلم. فالشروط هي كانت مثل ما ذكرتي حضرتك صحيح، انه اول شيء يكون الفيلم بيغطي انشطه صارت 2019 او 2020. تمام. يعني هي قريبه، ما انه انشطه كثير قديمه صارت، وهي يعني مصوره حصرا لمسابقتكم، يعني ما تمام انه كان عندنا هذا الشرط انه الفيلم يكون بيحمل اشاره خلال شارته انه هذا الفيلم اعد للمشاركه بهي المسابقه، لحتى نكون يعني عم نزيد التحفيز والمنافسة، ويكون فعلا عم نقدر نجمع أعمال بتدخل لهذا مجال توثيق العمل المدني. نعم تمام. وأنه يكون أقل من 10 دقائق. وفي شرط كمان مهم، أنه ما يكون بحتوى أي إساءة أو إزعاج لأي مكون من مكونات المجتمع السوري. نعم حنين، يمكن خلينا نحكي بنقطة، شفنا كثير من الأفلام انتشرت أو الشيء الصغيرة، مقاطع صغيرة خلينا نسميها، انتشرت على السوشيال ميديا بالسنوات الماضية، هي بتعتمد على خبرة ذاتية، على موبايل. صحيح. على قصص هي بين إيديك فقط. شفنا إلى انتشار واسع، شفنا حققت رسالة. هل ممكن المشاركة من خلال الموبايل فقط؟ طبعاً. يكون مصور. صحيح. هو معد وهو مصور وهو عامل كل شيء بقدراته البسيطة. صح، وتماماً هي الشريحة اللي بتستهدف المسابقة. ونحن شايرين بالمعايير. بس بدي أذكر هاي النقطة قبل ما أجاوب، أنه المسابقة اللي بيميزها أنه هي بتحمل نوعين من المعايير. يعني الفيلم بيخضع لنوعين من التقييم. أول معايير هي المعايير المدنية يلي حكينا عنها، والمعايير الثانيه هي المعايير الفنيه. فمن المعايير الفنيه انه انت ممكن اليوم تكون عم تستخدم اي كاميرا، يعني كاميرا موبايلك، كاميرا احترافيه، كاميرا رفيقك يلي هي الكاميرات المتوسطه اللي بيحملوها الشباب. فاي حدا باي امكانيات ممكن يكون عم بيشارك. وتماما يعني نحن مستهدف هدول الشباب يلي هن بدهم يحملوا كاميرتهم وينزلوا يوثقوا عمل صوري صار وخدم مجتمعه واحدث اثر. ورح يتم التقييم من قبل اللجنه اكيد على اساس نوع الكاميرا، يعني الفيلم اللي بيكون مصور بموبايل يقيم على انه فيلم صوره بموبايل، اما اللي بصوره بكاميرا احترافيه يقيم على هذا الاساس. على هذا الاساس وليس تماماً. بالمقارنه أكيد. بين اكيد صحيح. اكيد. لكن خلينا نحكي على لجنه التحكيم، خلينا نحكي عن معاييرها باختيار الفيلم كمان. تمام. هلا بصراحه لجنه التحكيم الاسماء حاليا مقررين ما نعلنها. تمام. يعني لعده امور، ممكن نعلنها قبل بفتره اقل. طبعا. من نهايه اخر موعد للتسليم. اللجنه رح تكون بتضم 5 اشخاص. كنا حريصين يكون فيها نوعين من الخبراء، ناس مختصين بالافلام والصوره والامور الفنيه، واشخاص خبراء بالموضوع المدني، يعني هم ناشطين مدنيين ولهم وجود بالعمل المدني وقادرين يقيموا محتوى الفيلم كعمل مدني او عمل الفرق اللي تغطت اعماله. فهي هي رح تكون لجنه التحكيم، والمعايير اللي رح تستخدمها مثل ما خبرتك هي معايير مدنيه ومعايير فنيه. المعايير المدنيه لها علاقه بانه تكون مثل ما خبرتك عم تغطي فريق مدني او قضيه مدنيه يشتغل عليها العمل المجتمع المدني السوري. يعني اليوم في كثير قضايا، في التنمر، التحرش، الزواج المدني، بناء السلام، الاغاثه، التعليم، كثير جمعيات سوريه اشتغلت بكل هاي القطاعات. وكثير كمان في مبادرات حتى بتكون تشوفوا انتم اثر المبادره. تمام. انتم حتشوفوا هذا الموضوع. اكيد هذا كثير شيء مهم، لانه اليوم شفنا كثير مبادرات صارت احدثت فعلا فرق بمناطقه، مبادرات صارت كانها ما صارت. فاحداث الاثر هو الاثر، يعني هو كثير شيء مهم وحابين نلمسه بالفيلم، لانه هو اللي بيعطي الفرق ويتضوى على شغلات الناس هي حست فيها. تماماً. لحتى تتوثق وتوصل لقلوب كثير من الناس. حنين قبل ما نختم خلينا نحكي ل 15 الشهر. كيف فيهم يتواصلوا معكم؟ اي حدا عنده فكره هو بيطرح الفكره بعدين بيقدم على تنفيذا، كان تصويريا وان كان تنفيذيا، وكيف يبعثوا لكم اياهم اذا ما قادرين يجوا على الشهر؟ تمام. نحن بانتظار، نحن عملنا وسيله تواصل كثير سهله هي على ايميل حركة البناء، فنحن ناطرين تواصل اي شخص معنا على ايميل حركة البناء. نحن بانتظار الفيلم لحتى تكون يكون اي شخص عم يشارك بالمسابقة بكفي انه يكون عم يبعث على الايميل الفيلم المشارك ومعلومات بسيطة عن الفريق اللي غطاه او القضية اللي اشتغل عليها. ومعلومات يعني ملخص عن سيناريو الفيلم، لنكون وفيين لصانع الفيلم المخرج ولا كاتب السيناريو. اكيد. وبس هيك، واي مكان بسوريا بيقدر يوصل عن طريق الايميل. ووقت رح نعمل الاحتفاليه الحضور اكيد، ف
فوقت الاحتفالية والجوائز رح نكون أكيد عم نستدعي الحاصلين. خلينا نحكي عن الجوائز، هي ثلاث جوائز. صحيح. خلينا نحكي عن الجوائز، شو هي حتكون؟ هلأ هي نحن اعتبرنا أنه هي جوائز تحفيزية، أنه اليوم إذا شاب اشتغل الفيلم وساعد ساعده حدا يقدر يكون عم بيغطي هي التكاليف الصغيرة. فأول جائزة هي 700,000 ليرة سورية للفيلم الحاصل على الجائزة الأولى، فيلم حاصل على الجائزة الثانية 500,000 ليرة سورية، والثالث 300,000 ليرة سورية، وحطينا جائزة للجنة التحكيم. تمام. يعني إذا كانت عم تحب إنه في فيلم مميز مختلف. طيب حنين، كمان قبل ما نختم أخيرا خلينا نقول المتابعة هي أهم شيء، يمكن أكيد. كل حدا بيقدم شيء بحاجة لدعم، بحاجة لمتابعة، وخاصة أنه هلأ شركات الإنتاج هي ضعيفة العطاء بسوريا. رح يكون في متابعة، رح الناجحين بالمسابقة والحاصلين على الجوائز رح يكونوا مثال يحتذى فيه فيما بعد. نحن كتير رح نحاول نكون عم نركز على هي النقطة عن طريق الاحتفالية والحشد للاحتفالية، ونكون عم نعرض الافلام الفائزه، ونكون عم نتشارك اسماء الشباب اللي شاركوا. كيف رح ندعمهم للافلام الفائزه؟ اول شيء بعرضهم، وثاني شيء انه نحن الاشخاص رح يكونوا بلجنه التحكيم هم الاشخاص بالوسط يعني الفني، فاكيد رح يكون في دعم فرصه او ايه اكيد رح تكون فرصه، ورح نكون عم نحاول نستخدم كل منصاتنا او المنابر اللي بدنا نوصل لها لنروج لهذا العمل او لهي الافلام. نحن بدنا نتمنى لكم التوفيق. شكرا. وكل الشباب والصبايا معكم ل 15 تموز لحتى تقدموا على المسابقة، ونتمنى التوفيق للكل. شكرا كثير لك.